انا النهارده يا جماعه في فندق مش عادي، فندق النهارده هو احسن فندق 4 نجوم موجود في مدينه الماطي. انا النهارده في فندق جراند تيان شان. تالي تيان شان. شوفوا يا جماعه الناس بتتكلم عربي، بتقول لكم تعالوا تيان شان، واحد من احسن الفنادق الموجوده 4 نجوم في مدينه الماطي. ليه هو احسن فندق 4 نجوم؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده، فخليكم معايا وتابعوني. فندق تيان شان. فندق تيان شان هو فندق 4 نجوم هتلاقيه بيقع في مدينة الماطي في قلب مركز المدينة، بيحتوي على 73 غرفة. اللوبي عندهم مميز جدا وتصميمه رائع، على الرغم من مساحته مش كبيرة إلا إن هو فخم جدا. هتلاقي مكنة صرافة ومخزن للأمتعة في الريسبشن. الناس في الريسبشن بتتكلم 3 لغات، بتتكلم كازاخستاني وروسي وإنجليزي، وعندهم 3 انواع من الغرف والاجنحة. عندهم غرفة سوبريو ودلوكس وجناح، بالاضافة كمان لغرف عائلية. بصوا يا جماعة الممر عامل ازاي، يدي الفندق حاجة جميلة اوي، يعني حاجة تحفة، يعني تحسسك ان هو مش فندق 4 نجوم، يحسسك ان الفندق حوالي مثلا 5 نجوم، حاجة محترمة اوي. الغرف عندهم كويسة، الفندق كويس جدا، حاجة ممتازة يعني. خلينا أوريكم الغرف عاملة ازاي من جوه. دي الغرفة يا جماعة، أول ما تخش بتلاقي هنا مكتب، وشاشة التلفزيون، وكرسيين. بصوا الغرفة عاملة ازاي، حاجة جميلة جميلة. يعني اللي عجبني برضو هنا ان الغرفة منفصلة عن الدولاب والتواليت. دي الغرفة من هنا، دوت مكتب، كرسيين وترابيزة، تلفزيون، وده السرير. حاجة جميلة، حاجة جميلة جدا جدا جدا. وده الروب حاطينه على السرير، وحاطين وده طبعا صوفة معاه، يعني حاجة جميلة جميلة. بصوا يا جماعة الغرفة بصراحة جميلة أوي، يعني سبحان الله. بصوا يا جماعة الغرفة عاملة ازاي، خليني اوريكم الدنيا عاملة ازاي من بره من هنا. بص مطلع على الشارع من بره، يعني حاجة جميلة. لا الغرفة جميلة اوي وعجبتني بصراحة. دي الغرفة العادية، يعني مساحتها ممتازة وفي نفس الوقت بصراحة جميلة وهادية أوي. بص وده الباب الرئيسي، وده هنا اللي هو الدولاب، وده مكان اللي هو الحاجات بتاع تلميع الأحذية وتحط الشنط بتاعتك، وكمان مراية من هنا
بشماعات، وده التواليت، يعني بصراحة غرفة جميلة. ده الحاجات الفاسيلتيز بتاع الفندق، حاجة محترمة. عندهم مركز أعمال تقدر تطبع فيه أي ورق وفاكس، والإنترنت في الفندق سرعته عالية جدا وسريعة. كمان عندهم خدمة تنظيف الغرف مجانية، وخدمة الكي والغسيل دي بتبقى بفلوس إضافية. بالإضافة كمان عندهم خدمة روم سيرفيس، وعندهم صالون تجميل وصالون حلاقة. ليه اخترت فندق جراند تيان شان ان يكون احسن فندق 4 نجوم في مدينة الماطي؟ ده عشان عدة اسباب. اول حاجة سعر الفندق، بالنسبة لسعر الغرف الفندق هي ارخص كمان او تعتبر بتساوي في بعض فنادق لل3 نجوم، حتى مش لل4 نجوم، يعني اسعاره منخفضة مقارنة حتى باسعار ال4 نجوم. دي رقم واحد. رقم اتنين، تقييم الفندق على booking.com تقييم عالي جدا، 8.6، وده تقييم بالنسبة لفندق 4 نجوم عالي جدا. وكمان تالت حاجة الخدمة فيه، الناس اللي شغالة في الفندق عندهم خبرة عالية وخدمة السيرفيس بتاعتهم عالية جدا، دي واحدة من الحاجات اللي بتميز الفندق. رابع حاجة الاسبا عندهم، هي أحسن اسبا موجودة على مستوى مدينة ألماطي بالنسبة لفندق 4 نجوم، وكمان الاسبا بتاعتهم بتنافس اسعارها وجودتها الفنادق ال5 نجوم، وده واحد بيخلي الفندق ده ان يكون رقم واحد في فنادق ال4 نجوم. وقت الدخول في الفندق اللي هو التشيك ان بيبتدي من الساعة 2 ظهرا، ووقت الخروج بيبقى تاني يوم الساعة 12 ظهرا. بالنسبة للحيوانات غير مسموح بيها في الفندق. بالنسبة للسبا بتاعت فندق جراند تيان شان، هي أحسن سبا على مستوى الفنادق ال4 نجوم في مدينة ألماطي، ملهاش يا جماعة منافس. هتلاقي فيها غرف المساج وصالة فيتنس سنتر وحمامين سباحة، هتلاقي واحد عادي وواحد مع جاكوزي، وهتلاقي عندهم حمام تركي مميز جدا، بالإضافة لساونا للرجال وساونا خاصة للسيدات، وكمان غرفة ستيمور، وكمان عندهم الدايموند تقدر تاخد المساج بتاعك داخل الدايموند بكل هدوء وراحة. بالنسبة لقاعات الحفلات والاجتماعات داخل الفندق جراند تيان شان هي مميزة جدا، عندهم 5 قاعات أفراح واجتماعات، وعندهم مجموعة واسعة من خدمات الأعمال بمعدات حديثة، بالإضافة كمان لخدمات التخطيط للمناسبات واختيار الطعام والشراب. عندهم قاعة السلطانات للأفراح بتكفي 200 فرد، وهي مكان مثالي للاحتفال، وعندهم كمان قاعة المؤتمرات التاو بتكفي برضه 200 شخص، وهي قاعة مريحة جدا للمؤتمرات الكبيرة والمنتديات، بالإضافة لقاعة للاجتماعات الأعمال ألماطي وأستان بتكفي 60 شخص، وهي مناسبة للمناسبات الصغيرة وندوات المؤتمرات، بالإضافة كمان لقاعة المؤتمرات بارسات بتكفي 40 شخص، بتجمع ما بين الرقي والذوق الرفيع والراحة بشكل مثالي. لو حابب تحجز في الفندق هتلاقي موقع الفندق مباشر في صندوق الوصف، بالإضافة كمان لموقع الفندق على booking.com. تعالوا تيان شان. Very good. شوفوا الناس بتتكلم عربي بتقول لكم تعالوا تيان شان، فندق محترم. بالنسبة للمطعم، خدمة السيرفيس داخل المطعم على أعلى مستوى، وبالنسبة لجودة الأكل داخل الفندق فهي ممتازة جدا، وأنصح الناس إنها تجرب الأكل داخل الفندق.
تيانشان. شكراً شكراً شكراً. الناس بتقول لكم تعالوا فندق تيانشان.